اتمنى ان اخرج. Давайся, Питер! Давайся, живой останешься! Сдавайся! Мужик, сдавайся! Никто не тронет! ليس عليكم أن تتحملوا الفقر، سنجعلكم أثرياء وستحصلون على أموال لا تتخيلونها، كل ما عليكم أن تخبرونا بما يفعله بوتين. هكذا تقولها الاستخبارات الأمريكية للروس، وشقراء الكرملين ترد بقسوة. فما الذي تخطط له أمريكا؟ وبعد أن دمروا أسطورة الصواريخ الأمريكية، الروس يدعون الأمريكان إلى نزال مباشر. قاذفات استراتيجية تضرب كييف مرة أخرى، وانفجارات كبيرة تهز شوارعها، والصين تعرض الحل على أوكرانيا، فهل يقبل به الرئيس الممثل؟ المارد الكوري يظهر مع صغيرته أمام أخطر أسلحته، وصحفي روسي يتعرض لمحاولة اغتيال، وعاصمة إندونيسيا تغرق تحت المياه. حرب المعلومات. فلنلعب على المكشوف يا بوتين ونغير قواعد اللعبة. سنجند من حولك لنعرف الأسرار خلف الأبواب المغلقة عن الاقتصاد والسياسة والسلاح. سنستغل كل شيء، عليك أن تحسب حساب ذلك. لعبة التجنيد آخر ما لجأت إليه أمريكا. نعم، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أطلقت حملة دعائية لتجنيد مواطنين روس ليكونوا عيونا لها ومصدرا لمعلوماتها. ولإغاظة الأمن الفيدرالي الروسي، اقتحمت الوكالة الأمريكية التطبيق الروسي الشهير تيليجرام، وفتحت لها قناة لدغدغة مشاعر الروس واستقطابهم، لتنشر مقطع فيديو أظهر موظفا حكوميا روسيا وزوجته في منزلهما مع طفل يبدو أنهما يعيشان حياة صعبة ويتساءلان عما إذا كانت هذه الحياة التي يحلمان بها. هنا تبدأ CIA برمي الطعم والترويض بوضع مقترح أن بإمكان الروس العمل على تحسين أوضاعهم من خلال توفير معلومات استخباراتية لها لترشدهم بأساليب الهروب من الرقابة والتعامل معها. بكل غضب ترد فتاة بوتين الشقراء ماريا زخاروفا بأن هذا التوجه نشاط خبيث لضباط المخابرات الأمريكية في الجزء الروسي من الانترنت، ولن يمر دون رد، وواشنطن تعلم أن رد موسكو قادم لا محالة. على عكس الشقراء الغاضبة، خرج المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف معلقا على الإعلان الأمريكي بالقول إن الأجهزة الأمنية الروسية تراقب هذا الفضاء بالشكل الصحيح، اطمئنوا لا قلق. لكن هل ستنجح الخطة الأمريكية بتجنيد مواطنين روس لصالحها؟ وكيف وأين سيكون الرد الروسي؟ معلومة مؤكدة، ردوها علينا إن استطعتم. هكذا تقولها روسيا لأمريكا بعد أن تأكدت من نجاح ضرباتها الصاروخية على كييف. ها هي وزارة الدفاع الروسية تعلن حصولها على معلومة مؤكدة لنتائج الضربة بصاروخ كينجال، لتفيد بأن صاروخها الفرد صوتي نجح بتدمير محطة رادار متعددة الوظائف وخمس راجمات باتريوت. هنا تسارع صحيفة التلغراف بإحصاء قيمة الخسائر، وقالت إن قيمة منظومة باتريوت التي دمرها صاروخ كينجال تبلغ مليار ومئة مليون دولار. إنه رقم فلكي، أي عقل هذا؟ لتخرج السفارة الروسية في واشنطن متهكمة على منظومة الدفاع الجوي باتريوت على خلفية الاعتراف بتدميرها وهبوط في أسهم شركة ريثيون الأمريكية المصنعة للمنظومة. لتكشف صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن الغرب سيتعامل مع مصادر المعلومات الروسية بجدية أكبر بعد أن أكدت الولايات المتحدة تقارير عن أضرار في أنظمة الدفاع الجوي باتريوت. الصحف والقنوات والمواقع، الكل يتحدث عن فشل منظومة باتريوت أمام الصاروخ الروسي كينجال. لتنقل مجلة The National Interest الأمريكية رأي المحلل العسكري جيف لامر، الذي اعتبر أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا حين سلمت أوكرانيا منظومة باتريوت الحديثة، والسبب هو أن استخدام منظومة باتريوت ضد الضربات الروسية غير فعال وغير مفيد، لأن أوكرانيا تواجه ترسانة كاملة من الصواريخ
الصواريخ والمسيرات الروسية وفق رأيه. انزعاج كبير لدى النظام الأوكراني نتيجة الصدى الواسع الذي حظيت به عملية تدمير باتريوت، ما دفعه لاعتقال مدونين أوكران لنشرهم مقاطع فيديو أثناء الهجوم على كييف. وفي ميدان القتال روسيا واصلت عملياتها، لتؤكد وزارة الدفاع الروسية توجيه قواتها ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر على مستودع ذخيرة ضخم في مدينة نيكولايف لتنجح بتدميره ولقطع شرايين الإمداد. كثف الجيش الروسي من تتبع المستودعات والمخازن التي تحتوي على الأسلحة الغربية المقدمة للقوات الأوكرانية. القصف لا يتوقف، حيث تداولت وسائل إعلام روسية صورا تثبت نجاح هجوم صاروخي ومدفعي للجيش الروسي بتعطيل شاحنات الجيش الأوكراني مان من سلسلة HX والتي قدمتها ألمانيا ضمن مساعداتها العسكرية لأوكرانيا. مثلث الصواريخ يد طولة للقوات الروسية في المعركة، الأمر الذي شجع الصناعات العسكرية في استمرار إنتاجها. ليعلن مدير شركة تخماش الروسية ألكسندر كوتشكين عن إنتاجهم صواريخ خارقة للدروع وبالإمكان استخدامها من على الطائرات، وستدخل قريبا خط المواجهة. فهل ستشكل كابوسا على المدرعات الغربية؟ وبالذهاب إلى الجانب الآخر، الأوكران يصرخون بأن الجيش الروسي يشن عمليات هجومية مكثفة على باخموت من أجل السيطرة على ما تبقى منها. كما قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن الروس هاجموا كييف بقاذفات استراتيجية تم إطلاقها من بحر قزوين، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تمكنت من الكشف عن القاذفات في المجال الجوي لكييف وتم تدميرها. ليخرج عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو ويبلغ عن عدة انفجارات في مقاطعتي دنيبروفسكي ودارنيتسكي، ثم برر الأوكران هذا بأنه ناتج عن شظايا القاذفات الروسية التي تصدوا لها. ولكن هل تحدث الشظايا انفجارات؟ آخر الأحداث. في إطار البحث عن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت وسائل إعلام صينية أن الممثل الصيني الخاص لشؤون الأوراسية لي هوي يخطط لزيارة بروكسل قبل توجهه إلى موسكو كجزء من جولة أوروبية بهدف إحلال السلام في أوكرانيا. وفي سياق حرب الاغتيالات، تمكنت الشرطة القبرصية من إحباط محاولة اغتيال صحفي روسي لم يتم الكشف عن اسمه، وتم اعتقال شخصين مشتبه بهما في المحاولة. بعد غياب عن الساحة، يظهر المارد الكوري كيم جونغ أون برفقة ابنته وهو يتفقد سيرة في ذي مشروع لتطوير قمر صناعي للتجسس. انطلقت في عاصمة جمهورية تاترستان الروسية قازان فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي بمشاركة ممثلي 64 دولة و59 منطقة روسية. ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة بالمشاركين في المنتدى، مؤكدا على قوة العلاقات بين روسيا والدول الإسلامية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جاكرتا عاصمة إندونيسيا تعاني من مشاكل عدة، وبالإضافة إلى الاكتظاظ فإن المدينة تغرق بما يعادل قدما واحدا كل عام، ما جعل المسؤولين يفكرون في بناء عاصمة أخرى. ونختم في السودان الجريح، حيث أفاد مكتب رئيس جنوب السودان أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وافق على وقف إطلاق النار والأعمال القتالية. فهل يلوح السلام في الأفق؟ متابعين الأعزاء، تسعدنا قراءة آرائكم في التعليقات.